السلام عليكم وامضان مبارك كريم، بصحه ولهنا واحد البال وكل ما تمنيتوه يا رب العالمين. اعماء عديده وباعوام عديده علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه جمعاء ان شاء الله، واللهم احم موتانا وشافي مرضانا يا رب العالمين. اليوم بمشيئه الله غادي نتشارك معكم طريقتي في تحضير البليغات مع السلين. بسم الله على بركه الله غادي نبداو في تحضير الوصفه نتاعنا. اولا غادي نديرو الطحين. انا استعملت المكونات بالكاس باش نسهل الخدمه على الناس اللي ما موجود لهمش واحد الميزان في الدار، ولكن في صندوق الوصف غادي نحط المكونات ان شاء الله بالكرام. درت واحد ربعه نتاع الكيسان نتاع الطحين الخاص بالحلويات، جوج نتاع الكيسان نتاع السمسم او الجلجلان، واحد نص معلقه نتاع الملح، واخا غادي نعسلوهم يعني ضروري ما كنديروا الملح. درنا القرفه واحد المعلقه صغيره نتاع القرفه. بالنسبه للجلجلان انا اهمم ما قال ليه ما حتى شي حاجه، منقي ومغسول منشف صافي، هو هذاك الجلجلان اللي استعملته. درت واحد الخميره نتاع الحلويات واحد ثلث معلقه، يعني جاي ما بين ربع وما بين نص، ما بغيتش ندير نص معلقه، ما بغيتش نكثر من الخميره نتاع الحلويات باش ما يضيعليش الشكل نتاع البليغات في القلي، حيت كتنفخهم ويلا تنفخوا غادي يضيع لهم الشكل، يعني ما غاديش يبقاو زويونين. صافي كنضيف الزيت النباتي واحد ربع ديال المعالق كبار يا اولا ملعقه نتاع الطعام من الزيت النباتي. في الاول المكونات الاخرين حنا درناهم بالمعلقه صغيره، الزيت والزبده والخل وما زهر هما اللي غادي نديروهم بالمعلقه الكبيره. صافي كنضيفوا الزبده، عندي الزبده دايبه ضروري، يعني الزبده من الاحسن يعني الا تواجدت لكم الزبده تكون ما مالحاش، فكتجي في الحقيقه كتجي حسن في الحلويات، ما كتضيعناش المذاق نتاع الحلويات، لاننا اصلا سابق ان حنا دايقين الملح. درت واحد 6 ديال المعالق نتاع الزبده ذوبتها، كندير واحد المعلقة صغيرة مع معاش من حبوب اليانسون أو لحبة حلاوة، وواحد تهي نفس الكمية درتها للشمر كيف ما أو لا كيف ما كنسميوه في لغتنا الدائجة بالبسباس أو النافع. بالنسبة هاد المنكهات يعني كتبقى على حسب الذوق، ولكن ضروري منهم في الوصفات التقليدية. صافي كنخلط هاد المكونات مزيان حتى ما كيبقاو لي حتى شي تكتلات، داكشي علاش كل من بعد كل اضافه غادي نضيف غادي نحركهم او اللي غادي نمزجهم مع بعضياتهم. درنا الصفه نتاع واحد البيضه، والبيض حيدناه لانه الا درنا البيضه كامله غادي يبقى تلقنا غوا وتلقنا الكشكوشه في القلي. ضفت واحد جوج معالق نتاع الخل كيف ما كنعرفوا كاملين، هذاك الخل منه ان العجينه ما غاش تجينا فيها ريحه الزفوره نتاع البيض، ومنها كيهشش العجينه، لان هاد الوصفه هذه واخا كنقليوها ولكن خاصنا العجينه ما تجيش قاسحه يابسه وما تجيش عاوده مطلوقه، يعني هشيشه حتى كتفتت لنا غير بوحدها. هذاك غادي نعجنوها بالماء وغادي نعجنوها بما زهر، داكشي علاش درنا هذوك جوج معلقات نتاع الخل باش يعطيونا واحد الطاوه للوصفه. العجينه كنضيفوا ما زهر، غادي نديروا واحد 5 حتى 6 نتاع المعالق نتاع ما زهر. انا عزيز عليا مزهر، الا ما كنتوش من عشاق مزهر بحالي بامكانكم ديروا غير واحد 4 نتاع المعالق او مكافينكم، ولكن انا عزيز عليا النسمه نتاع مزهر في الوصفات التقليديه. صافي وكنجمع العجينه بالماء بارد، الماء عادي ما اوبيني، غير هو الماء ما غاديش نخويوه ماء وحده حيت كتبقى على نوعيه الطحين، الطحين راه كيتبدل سبحان الله العلي العظيم. انا نفس الطحين كنشئه من نفس المحل وكل ما او كيفاش كتخرج الكاليتي، واخا الغلاف نتاع الطحين او هذاك لومبالاج اللي مجموع فيه الطحين كيبقى هو هو، ولكن نوعيه الطحين كتختلف. الانسان اللي كيكون يعني اللي كيكون كيعجن ها كيعرف نوعيه الطحين بانها ماشي هي هذيك هي الكاليتي اللي كنسبق له كيستعملها سبحان الله. صافي داكشي علاش كنضيفوا المغرب التدقيج، لان العجينه ما خصهاش تجينا جائيه وما خصهاش تجينا عوده قاسحه حجره. صافي خاص العجينه تكون شاده راسها باش منين نشكلوها تبقى شاده محتفظه على هذاك الشكل نتاعها، واصلا غادي ندلكوها واحد الدلكه خفيفه بين يدينا، هي هذيك الدلكه اللي غادي تخلي يعني غادي تعطينا هذيك العجينه تعطينا الطوع، ومن بعد احنا غادي نخليوها ترتاح كيف ما كنديروا لجميع العجينات اللي ضروري ما كنشكلوهم. صافي ضروري ما كنخليوهم كيرتاحوا شي شويه. صافي كيف ما كتشوفوا انا دلكتها، تبارك الله ما شاء الله العجينه ناجحه، منين تشوفوا الجلجلان ما كيطيح لكمش، يعني العجينه شاده الجلجلان اللي فيها، الجلجلان ما كيتفتتش،
فانه كتكون ان شاء الله وما شاء الله العجينه او لا الوصفه ها ناجحه معاكم. صافي انا قسمت هذه العجينه غير لجوج حيت اصلا يعني ماشي كثيره او لا ماشي كبيره بزاف، وكنغطيها وكنخليها واحد تقريبا واحد نص ساعه هكا كترتاح حتى كنكون وجدت الحويجات اللي غادي نحتاجهم من بعد. صافي كنبداو كنسائحو. انا هاد العجينه ما كتلصقش في الحقيقه، ولكن واخا هكا كاني درت لها هذاك البلاستيك. اش غادي نقول لكم، كنتمنى الا تبعتوا الخطوات كامله ان شاء الله غادي تنجح معكم الوصفه، ما غاديش تحتاجوا الطحين باش تطلقوها ان شاء الله. ان شاء الله احمى يا رب العالمين. صافي غادي نقطعوها، كنستعملوا واحد القطاعه، انا استعملت قطاعه دائريه، الشكل كيبقى على حسبكم على حسب رغبه وعلى حسب اختيار كل واحد، كيختار الشكل اللي كي الشكل على حسب الذوق نتاعو. انا غادي نتقاسم معكم طائقه اللي كيعجبوني بها البليغات، كيعجبوني بالطائقه التقليديه على شكل بليغه كيف ما كانوا كيما كان كيديوهم الناس زمان، نخليو ديما التقليدي، نخليوه في التقليدي نتاعو. والعصائية أطباق الله كل حاجة عندها النسمة نتاعها. صافي نخليو البليغات في الحقيقة في الشكل نتاعهم، ونخليهم في النسمة نتاعهم، ونخليهم في الهمة نتاعهم كيف ما كانوا كيديوهم الناس هم تعبكي، الله يرحمهم والله يجازيهم بخير الناس اللي علمونا. صافي غادي ندات جوج نتاع الشكل، داتهم على شكل البليغه، ودات هذا الشكل عودته هو البلدي التقليدي اللي كنلاقيو غير الجناب، وكنخليو هذوك الجناب كيكونوا مفتوحين هكاك. بغيتو ديروهم على شكل دائره كيف قلت لكم، اولا بغيتو ديروهم مربعات قطعوهم بالجائره، كيبقى داك الشيء على حسابكم، ديروا داك الشيء اللي كيجيكم ساهل على يديكم. اصلا يعني كل واحد يخدم بطائقته اللي كتجيه سهله وعلى الذوق نتاعو، وان شاء الله كل شيء غادي ينجحوا لكم الوصفات نتاعكم يا رب العالمين. تفرحوا عائلاتكم وتفرحوا وليداتكم بوصفات زوينين وشهيوات، ان شاء الله ربي يكتب لكم الاجر نتاعهم في هذا سيدنا رمضان. كنخليهم، انا خليتهم في الحقيقه باتوا، ما قليتهمش هذاك النهار، لانه من الاحسن باش يتقلاو بالنهار، باش يبان في الضو نتاع النهار كيبان اللون الذهبي اللي حنا باغيينه، احسن ما كيتقلاو بالليل. انا كنت صاوبتهم بالعشيه، خليتهم غطيتهم وخليتهم باتوا حتى الغدا اللي ملي جيت من الخدمه عاد يلاه قليتهم وعسلتهم. داكشي علاش كتشي هما اصلا يعني راهم نشفوا وراهم شدوا، دائما كنغطيوهم ما نخليهمش عاوده حتى ينشفوا لنا ويتشقنوا ويبسوا، عاوده ما غاديش يبقاو زوينين، دائما غادي يجيو قاصحين. صافي كنديروا في الاول الزيت كتسخن مزيان، من بعد كنقصوا لها، عاد كنبداو كنقليوهم كيف ما كنقليو جميع المعسلات، يعني دائما ما يجيو مقامشين ويجيو يعني يجيو مقليين، ما تجيش عاوده غير بحال اللي غير كتشلهبهم هذيك السخونيه نتاع الزيت، ما بغيناهاش، يعني بغينا العجينه طيب مزيان، طيب من الداخل وطيب من برا مع وحده. صافي كنحيدوهم ملي كنوصلوا لهذاك اللوين، او لو كنوصلوا لهذيك الدرجه اللي بغينا نقليوهم فيها، كنحيدوهم من الزيت وكنديروهم في العسل. صافي وكنستمروا في العمليه، كنقليو وكنعسلو وكنحيدوهم، كنديروهم في واحد الشبيكه او لا في واحد الكسكاس كيستقطعوا من هذيك العسل. هي هذه وصفتنا لهذا اليوم، سهلة وبسيطة وبإمكان كل مبتدئة أو بإمكان كل وحدة تصاوب بليغاتها في الضاء نتاعها بلا تعب بلا عناء بلا حتى شي تماء. بالنسبة للتزيين كيبقى اختيارائي أنا، يا هذوك البليغات البلديين العاديين التقليديين درت لهم هذيك اللوزة كيف ما كانوا كيديروا لهم ناسنا نتاع زمان الله يرحمهم ويوسع عليهم. بالنسبة للخوين درت فيهم شي شوية نتاع اللوز مهمش. كيبقى مسألة التزيين كتبقى دائما اختيارائية وحسب الذوق. إلى عجبتكم الوصفة ديروا لايك ديروا أبوني إلا باقي ما درتوهاش، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار حول الوصفة فما تقدوش باش تكتبوه لي في كومنتي، وأنا غادي نعاود نشرح الفكرة من جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.